بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بفضل الله عاوزين نكمل على تمرين برنامج الفاتورة، بحيث عايزين نعمل حاجة في الصنف. عايز أول ما الشاشة اتحمل ألاقي الأصناف متعبية هنا، تمام، اكس واي زد أيا كان اسمها، بس عاوز أعمل حاجة. هو طبعا يعني من السهل جدا إن أنا أعبي الكومبو بوكس بالطرق بتاعتنا، سواء عبيتها قبل الفورم ما تشتغل في الديزاين، او سواء انا عبيتها بالكود او ايا كان، سهل قوي. لكن انا مش عايز اعمل كده، انا عايز اعمل حركة تخليني اوفر في الكود واوفر في البيانات، بحيث ان انا العنصر الواحد في الكومبو بوكس دي يبقى جواه حاجتين. يعني اول عنصر يبقى ايه؟ سعر ومنتج. تاني عنصر يبقى سعر ومنتج تاني. تالت عنصر يبقى سعر ومنتج تالت، وهكذا. خدت بالك؟ ده اللي انا عايز اعمله. فايه اللي يخليني اعمل حاجه زي كده؟ تعال دوس دبل كليك على الفورم. انا عايز احمل الكلام ده بعد لما يطبع التاريخ، وقبل ما يعلم هاجي هنا هبدا اعمل الشغل بتاعي. في البدايه كده لو انا عملت الكلام ده بمصفوفه مش هعرف بسهوله يعني، خلاص. ولو انا عملت الكلام دون بليست، برضو الليست عايز نوع واحد، لا انا هعمل ايه بقى؟ هعمل تعريف، ماشي. هسمي مثلا المتغير اللي انا هعمله ده items data مثلا. items ايه؟ data. وده as ايه بقى؟ as عندي حاجة اسمها dictionary. الديكشنري دي انت اول ما بتختارها كده بيقول لك اوف. اوف ايه؟ بتحط هنا النوع. بص خد بالك، دي بتقبل منك نوعين، نوع للكي ونوع للفاليو، نوع للكي ونوع للفاليو. فانا بقى هستغلها على اساس ان الوحده منها بتشيل حاجتين، نوع للكي ونوع للفاليو. انا هعمل النوع بتاع الكي هعمله انتجر كده، فيقوم يقبل سعر، وهعمل كوما، والنوع بتاع الفاليو هعمله سترينج عشان يقبل اسم الصنف. بس ايه اللي يحصل هنا؟ اللي يحصل هنا ان انا لما اجي اعبي الديكشنري دون هعبيه بوحدات، كل وحده هتشيل حاجتين على الترتيب، انتجر بعد كده سترينج، انتجر بعد كده وهكذا، كل وحده بقى كل ايتم جواه. فهمد عليه هقول له يا ايتمز ديتا انا عملتك، فعايز اعمل فيك اد، هيقول لي حط الكي والفاليو. قلت له بالنسبه للكي نقول مثلا ايه 100 كوما وايتم واحد، ايتم ايه؟ ايتم 1. بعد كده يا ايتم ديت دوت اد 200 وايتم 2، وهقول له يا ايتمز ديت دوت اد هقول له 300 وايه وايتم 3، واخد بالك ازاي؟ وهقول له يا ايتمز ديت دوت اد 400، نقول ده سعر وده الصنف، اسم الصنف يعني، وايتم 4، نقول يا ايتمز ديت دوت اد 500 وايتم 5، وهكذا. كده انا عملت ايه؟ عبيت الايتمز ديتا بخمس اصناف اجرب بيهم. طيب انا دلوقتي هعمل ايه بقى؟ كده خلاص الديتا بقت معايا، هاجي على الكومبو بوكس بتاعت الاصناف اللي هي السي بي اكس ايتم، هقول لها دوت انت في خاصية جواك اسمها داتا سورس، مصدر بياناتك. مصدر بياناتك انا عايزه يكون بيساوي الايتمز داتا. هتقول لك ماشي، ولكن هي مش هتقبله منك. لو جيت تشغله دلوقتي هيعمل لك ايرور. هي في البداية كده عاملة ايرور، ليه؟ لان انا نسيت نيو هنا، از نيو لازم اعمل هنا نيو للديكشنري. خلاص انا عايزه تعمل ايرور هنا. بص خد بالك، هشغل هتعمل لك ايرور فين؟ بص
هنا ليه؟ مش قبلها، بتقول لك انا عايزه data binding. خلاص نقول انت بتساوي، بص بقى خد بالك، نيو من الداتا بايندنج، داتا بايندنج، هي مش جايه ليه؟ اه لا سوري، بايندنج سورس، بايندنج سورس، من البايندنج سورس. خلاص فانا هقول لها البايندنج سورس بتاعك خدي هنا. بص خد بالك انت من ضمن الاختيارات اللي عندك، افتح القوسين كده بص بيطلع لك اختيارات، فده اختيار وده اختيار. الاختيار اللي انا عايزه اللي هو ده، اللي هو بتدي له الداتا سورس والداتا ممبر. الداتا ممبر انا مش لازماني، انا اهم حاجه عندي ياخد الداتا سورس ويحولها لحاجه تقبلها ايه؟ الداتا سورس بتاعت الكومبو بوكس. فهقول له خد الايتمز داتا وحولها لي ايه؟ لبايندنج سورس كوما، والداتا ممبر مش لازماني دلوقتي فهديها nothing، نل يعني nothing ولا حاجة. خلاص بس كده. يقوم لو جيت شغلت دلوقتي مش هيعمل ايرور بقى اهو. لا وحمل كمان، خد بالك بص الايتم الواحدة شايلة اتنين، خدت بالك؟ بص شايف الايتم الواحدة شايلة ايه؟ شايلة اسم الصنف وسعره، اسم الصنف وسعره، وانا اللي عبيتهم بمزاجي. طيب كلام جميل، ولكن انا مش عايزه يتعرض كده يا جماعة، خد بالك ركز، انا مش عايزه يتعرض بالطريقة دي، مش عايز انا النظام ده. امال عايز ايه؟ انا عايزه يتعرض عادي. فانا هقول له بص انت عندك حاجتين، الكومبو بوكس هنا عندك حاجتين، حاجة اسمها الديسبلاي، حاجة اسمها ديسبلاي ممبر. الديسبلاي ممبر دي اللي ايه؟ اللي هو الحاجة اللي اليوزر هيشوفها بعينه، تبقى على الشاشة. بتساوي هنا انا شغال مع ديكشنري، الديكشنري فيه كي وفاليو. الديسبلاي ممبر انا عايز ايه؟ انا ظبطت الكي على السعر وظبطت الفاليو على الاسم، فانا عايز اللي يظهر للمستخدم هو الفاليو اهو. الايه؟ الفاليو كده، فاليو. خلاص طيب. طب والثانيه بقى اللي جوه، اللي هي اللي هتبقى مستخبيه، اللي هو سعر المنتج يعني هيبقى مستخبي عن اليوزر، هنده عليها كومبو بوكس ايتم سي بي اكس ايتم، هقول لها دوت ايه؟ دوت فاليو ممبر. ده اللي ايه؟ فاليو ممبر دي اللي هي المستخبيه اللي ورا بقى. هديكي ايه؟ هديكي الكي، الكي اللي هو فيه ايه؟ اللي هو فيه السعر. فيقوم لما تيجي تشغل كده بقى تلاقي اللي معروض لك اسم الصنف وسعره مستخبي ورا، مش هتشوفه. خدت بالك ازاي؟ السعر بتاعه مستخبي ايه؟ مستخبي ورا. عايز بقى تسميهم صنف واحد صنف اتنين براحتك اهو. الصنف، واخد بالك؟ وتاخد كده كلمة الصنف دي كوبي تحطها هنا كده بالمنظر ده اهو، براحتك مفيش أي مشكلة. خدت بالك ازاي؟ على أساس أنت عامل يعني البرنامج عربي يعني. خدت بالك؟ بص اهو السعر بقى مستخبي ورا غير ظاهر، تمام كده؟ طيب أنا عايز أعمل إيه بقى؟ أنا عايز كده، خلاص كده اتملت، كده ايه؟ اتملت، ماشي؟ اتملت وخلاص، يعني خلاص كده بفضل الله كل عنصر في الكومبو بوكس يحمل حاجتين، تمام؟ فأنا عايز أعمل إيه بقى دلوقتي؟ عايز أعمل صباية حلوة هنا كده، هعمل صب هنا كده حلو، خلاص؟ الصب ده نسميه إيه؟ نسميه مثلا شو برايز. عرض السعر. شو مين؟ شو برايز، عرض السعر، اعرض لي السعر. فاجي هنا هعمل ايه؟ بص انا عايز اظبط بحيث لما اختار يعرض. وفي البدايه تعال نشوف مع بعض، يعني عامه انا هنده على تي اكس تي برايز دوت تكست بيساوي ايه؟ شفت الكومبو بوكس اللي عندك؟ اه. دوت سيلكتد، انا عايز السعر، سيلكتد فاليو. اه سيلكتد ايه؟ مش سيلكتد تكست، لا سيلكتد فاليو اللي هي القيمه اللي مستخبيه. خدت بالك ازاي؟ طيب كده تمام بفضل الله. خلاص فاقوم هاجي هنا هقول له ايه؟ هقول له شو برايس، تمام كده؟ طب شغل، شوف عرض لوحده الفورمولا ما حملت، اول صنف مختاره هو الصنف الاول صنف واحد، فراح لوحده عرض السعر قدامك اهو، ما بتغيرش بقى خلاص، عملنا الكلام ده قبل كده.
السعر عرض السعر لوحده، خدت بالك ازاي؟ طيب حلو قوي. بس خد بالك ان انا هنا لما اجي عايز لما اجي افتح دي كده واختار صنف تاني، او اقف هنا كده واختار اي صنف، عايز السعر يتغير يتفاعل معايا، فهعمل ايه؟ هدوس دبل كليك على الكومبو بوكس، هيدخلني في الحدث سيلكتد اندكس تشنجت، يعني لما يتغير الاختيار بتاعها، اختيار الاندكس بتاعها، ما يتغير العنصر، العنصر بتاعها يعني، من عنصر لعنصر، من عنصر لعنصر. تعمل ايه؟ اعمل لي شو برايس، اعمل لي شو برايس بس. خدت بالك؟ تعالى بقى شغل كده. ماشي، وريني كده مع بعض. طيب خلاص، تعالى نوقف البرنامج وتعالى قول لي هنا ايه بعد سيلكتد فاليو، قول دوت تو سترينج، حولها لي النص. شغل بقى كده. تمام، عرض اهو. تعالى بقى ايه نقلب كده. اه تمام كده، الصنف الاول، الصنف الثاني، الثالث، كل واحد بسعره. خد بالك بقى، شايف؟ بص، كل واحد ايه، كل واحد بسعره. طيب تمام كده خلاص. تعالى بقى ايه عبي اصناف بمزاجك، بعد ما جربت بقى الكلام ده، تعالى ايه عبي اصناف بمزاجك. تعالى اعمل لي كده مثلا، خد بالك، اكتب لي هنا مثلا ايه ايتم، حلو، وخد نسخه كوبي وحطها بيست بقى كتير كده اهي اهي، خد بالك، حط بقى اصناف. تعالى هنا نقول مثلا ايه، نقول مثلا لابتوب، لابتوب مثلا ايه، ديل، تمام، معالج اي 7، تمام. ونيجي هنا مثلا نقول ايه، نقول لابتوب مثلا اتش بي معالج اي 5 مثلا. وهنا مثلا نكتب ايه، كيبورد، تمام، كيبورد اي 4 تك، اي 4 تك، اوكي، ادي اهو اي، خلي 4 لوحدها، 4 تك، اوكي، اي 4 تك، او تخليها كده مثلا اي 4 تك، او كده مثلا اي 4 تك، كيبورد اي 4 تك. وهنا مثلا نكتب ايه، ماوس اي 4 تك كده مثلا. مثلا هنا نكتب مثلا كيبورد ديل، وهنا مثلا نكتب ايه، ماوس ديل، تمام. مثلا نكتب ايه تاني، سماعات مع مايكروفون، تمام، اوكي. مثلا هنا نكتب مايكروفون، تمام، نزود شوية كده اهو، مثلا على حسب بقى الحاجة اللي انت عايز ايه تظبطها. مثلا ممكن نيجي هنا نكتب مثلا ايه، طابعة اتش بي ليزر اسود، تمام. نيجي هنا مثلا نكتب مثلا ايه، كاميرا كانون. انا معرفش قوي في ماركات الكاميرات، بس يعني ايا كانت يعني. وهكذا بقى تبدأ تشوف المنتجات اللي انت عايز تظبطها. يعني مثلا ممكن نكتب هنا ايه، طابعة حبر عادية، حبر سائل مثلا اهي، الوان اللي هي الانك، واخد بالك. ونيجي هنا مثلا نكتب ايه، نكتب راوتر انترنت 4 مخارج واي فاي، تمام. ونيجي هنا مثلا نكتب ايه، راوتر
تمن مخارج مثلا، واي فاي، وهكذا. نيجي بقى نحط شوية أسعار كده، نقول مثلا هنا مثلا ايه 20,000، نقول مثلا هنا مثلا 10,000، مثلا نقول هنا مثلا 350، هنا مثلا نقول 200، اوكي، هنا مثلا نقول مثلا 150، هنا مثلا نقول 100 زي ما هي يعني، هنا مثلا نقول ايه، نقول 175، هنا مثلا نقول 190، هنا مثلا على حسب بقى، هنا مثلا نقول ايه 2000، هنا مثلا نقول ايه، نقول مثلا 11,000، 11,000، هنا مثلا نقول مثلا 1100، هنا مثلا نقول 450، هنا مثلا نقول 900، وهكذا. بس أسعار مختلفة اهي كده، انت بقى عندك ايه أصناف كأنها بحق وحقيقي بقى، خلاص. لابتوب بديل معالج اي 7، تختار يعمل لك السعر على طول، خد بالك. بص شايف جاهز ازاي، تختار تلاقي السعر على طول معروض لك اهو على طول بفضل الله. تمام. انت بقى البيانات دي تجيبها منين؟ دي مش بتاعتي انا يعني، يعني البيانات دي انا كاتبها لك هنا مثلا يدوي. نفترض انك انت مثلا حفظتها في ملف نصي وقرأت وعملت رايت وريد وظبطت، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله لما تدخل الشرح كله في بعضه وتتعلم من اللي احنا عملناه قبل كده بفضل الله، مع اللي احنا بنعمله، مع اللي احنا هنعمله كده بفضل الله. يعني انشغلنا دلوقتي بحاجه معينه، فعايزك انت يبقى يعني دماغك ايه مرنه بفضل الله، خلاص. ممكن برضو هنا نغير في الاسعار، نحط شويه كسور، يعني مثلا ده 21,000 مثلا 450، واخد بالك، مثلا ده 11,900 مثلا و9، حاجات كده، مثلا ده 352، مثلا ده 205، ده مثلا 156، ده مثلا 115، واخد بالك ازاي، ده مثلا 177 كده، يعني حاجات ايه، حاجات كده فيها ايه، فيها كسور شوية، على اساس ايه تبقى الحسابات مختلفة يعني، خدت بالك ازاي، خد بالك انت ازاي. خلي دي زي ما هي مثلا، وخليها هنا مثلا ايه 3 3 مثلا، 33، 1133 كده يعني. وساعات بنقابل الحاجات دي يعني، مش بنألف احنا بس، 1 كده يعني، خلاص. طيب تعالى هنا بقى في الكومبو بوكس دي، هات البروبرتيز بتاعتها، وتعالى نعمل الاوتو كومبليت، اوتو كومبليت سجست ابند، واوتو كومبليت يجيبها من الليست ايتم اللي جواها، على اساس الراجل وهو قاعد كده بص يجي ايه يدخل ايه. تخيل انت بقى قاعد دلوقتي بتبيع وبتستخدم البرنامج ده، فروحت مدخل اسم العميل ورحت دايس، ورحت مختار اول واحد، ورحت جاي هنا قلت لكم 100 كذا، ورحت دايس مختار ده، ورحت دايس كذا، ورحت مختار ده. بص انت حتى لو جيت تكتب مثلا كلمه كيبورد، هو لوحده هيقترح عليك عايز ايفورتك ولا تروح دايس، راح موديك على الكميه، تروح دايس على طول، بيلففك لغايه لما تخلص، خدت بالك ازاي. فلغايه كده بفضل الله تمام. يبقى احنا كده بفضل الله صممنا الشاشه، وظبطنا اوبشنز فيها كتيره، وظبطنا الاصناف اللي هنشتغل منها بكل سهوله بفضل الله. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسه دوسه اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الاكاديميه www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.